هذه رسالة للناس اللي يقولون ما عندنا مكان نزرع فيه. بعطيكم احدى افكارنا الحلوة اللي صراحة توفرت علينا المساحة والجهد والوقت. شوفوا هذه المربعات، هذه المربعات يعني مثل هذا، عندنا من هذا فضل كم تقريبا؟ 120 عريض او العرض 120 او 225. كم واحد عندنا من هذا الحوض؟ تقريبا فوق من 300 حدود 300 حوض. خلينا نشوف شو نحن نسوي فيها. اول بادي هذه الاحواض نعبيها بافضل تربه عندنا وحسب نوع النبات، وبعدين نضع البذور يا اخوه. اذا كانت شجيره، اذا كانت اشجار، نخلي المسافه بينها وبين الثانيه 7 سم 5 سم، اما اذا كانت شجيرات صغيره ننثر البذور نثر بالالاف، وعقب نلحفها بالبوتينج سويل من افضل الاوساط الزراعيه، وتبدا الاشجار بالنمو. لاحظوا ما شاء الله كيف الكثافه وكم الاعداد اللي ممكن تنمو. وهذا نوع اخر الالبيزيا، هاي الفرنسيانا وهذا الباركنسونيا. الحوض الواحد تقريبا يطلع لنا كم فضل؟ 700 800 على نوع النباتات، اما اذا كان شتلات صغيره تطلع لنا تقريبا اوقات 2000 3000. وعقب نبدا ننسلهم وحده وحده ونزرعهم نطلعهم مثل ما تشوفون. لاحظوا هنا يا جماعه الخير بعد ما جلعناهن ما يبغي لهم، لاحظوا بالطريقه هذه، وتم التعبيه الان في العلب على حسب حجم النبات. نهيئ الاشجار بعد نقلها حتى شوي تتعافى. كم يوم كملنا فضل؟ 12 يوم. 12 يوم داخل البيت الحراري، عقب نفتح الباب شوي يتهوون بعد ما الخمس ايام، عقب نطلعهم في الظل. والمرحله الاخيره تكون في العلب وجاهزه للتوزيع او التسويق حسب المكان. في ملاحظه، اذا لاحظنا ان العود كان ضعيف وايد قلمناهن من فوق حتى شويه يرجع نموها ويدخن جذعها. شفتوا كم الحين هذيل المترين ونص تقريبا كم طلعونا؟ السلام عليكم.